السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. جاءتني الكثير من الأسئلة على الإنستغرام عن التغذية الضرورية للمرأة المرضعة لزيادة حليبها. اليوم إن شاء الله سوف أريكم بعض المأكولات وبعض الأعشاب والطرق التي تزيد من إدرار حليب المرأة المرضعة. أولا أريد أن أعطي معلومة عن فوائد الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية لها فوائد مهمة بالنسبة للأم وللرضيع. بالنسبة للأم تعطيها مناعة ضد الأمراض كأمراض السرطان عافانا وعافاكم الله. تساعد كذلك المرأة على استعادة شكلها الطبيعي ووزنها قبل الحمل، حيث أن المرأة المرضعة تخسر كل الدهون التي خزنتها خلال فترة الحمل، فهي تخسر ما بين 3 إلى 500 سعرة حرارية إذا كانت ترضع. بالنسبة للرضيع فهي تعطيه مناعة ضد الأمراض كالسمنة وأمراض السكري وغيرها. كذلك تعطيهم الذكاء، حيث أن الأطفال الذين يرضعون لوحظ أنهم أذكياء 10 درجات أكثر من الأطفال الذين لم ترضعهم أمهاتهم. ويفضل أن ترضع الأم من الساعة الأولى بعد الولادة، أكيد إذا كانت الأم بحالة جيدة. الآن ما هي الأشياء التي تزيد من إدرار حليب المرأة؟ أسهل وأقوى طرق لزيادة حليب الرضاعة وهو الاستمرار في الرضاعة، حيث أنه كلما زادت عدد المرات التي يرضع فيها الطفل كلما زاد الحليب لدى الأم المرضعة. هناك بعض الأمهات تقول بأن حليبها ليس كافي، ولكن هذا خطأ. كل أم سبحان الله عندها حليب كافي لإرضاع طفلها، فإذا لم ترضعي طفلك بحسب حاجاته فهذا سيؤدي إلى نقص الحليب. المعنى من هذا أن جسمك ينتج حليب على حسب حاجيات طفلك، فلهذا يجب أن ترضعي طفلك كلما احتاج إلى الرضاعة. المشكل الذي يؤدي إلى انخفاض حليب الأم وهو استعمال الحليب الصناعي. فعندما تستخدمين الحليب الصناعي فإن جسمك سيقلل من إنتاج الحليب. كلما رضعت ابنك رضاعة طبيعية تعطى إشارة للدماغ لإنتاج حليب أكثر، وكلما قلت الرضاعة الطبيعية كلما قلت هذه الإشارة، وبذلك سيقل من إدرار الحليب. الشيء الثاني الذي يزيد من إدرار الحليب، معروف أن الحليب في صدر المرأة هو عبارة عن سائل، ولهذا فالمرأة تحتاج إلى الكثير من السوائل من أهمها الماء. فلذلك يجب عليك أن تشربي كوب من الماء كلما رضعتي طفلك. لماذا؟ لكي تعوض الماء الذي تخسرينه من جسمك. فعدم شرب الماء الكافي سيؤدي إلى جفاف جسمك من السوائل. هذا أكيد لن يؤثر على إنتاج الحليب، ولكن سوف يؤثر على صحة الأم إذا لم تشرب السوائل الكافية، وجسمك سوف يضعف. الآن الأعشاب التي تساعد على إدرار الحليب، أو بمعنى أصح تعطي للحليب جودة أحسن، وهنا عندي خمسة أعشاب. أولهم عندي الكراوية، تكون على هذا الشكل. الكراوية اللي هي باللغة العربية الكروية، الكراوية لها دور كبير في إدرار الحليب، وكذلك تخفف من الالتهابات التي تحصل بالصدر نتيجة تجمع الحليب بالقنوات. الكراوية تسهل عملية مرور الحليب، وهي مهمة وضرورية جدا. كذلك كيف تأخذ الكراوية؟ نأخذ منها ملعقة صغيرة، تضاف إلى كوب ماء مغلي وتلقى لمدة 20 دقيقة لكي نستخلص منها جميع الزيوت، وتصفى وتشرب. لا يجب إضافة السكر. إذا أردت يمكن أن تضيفي ملعقة عسل نقي. ثاني شيء عندنا وهو الشمر، اللي هو النافع بالدارجة المغربية.
النافع يأتي على أشكال، لأنني لست في المغرب فشكله مختلف. عادة في الشمر البلدي يكون غامق اللون على هذا الشكل. أوكي، الشمر اللي هو النافع كذلك يزيد من إدرار الحليب، وكذلك يخفف من آلام البطن كالمغص والانتفاخ. كذلك يحتوي على الفيتامين بي الذي يحتوي على معظم الفيتامينات التي تخسرها الأم خلال فترة النزيف بعد الولادة. كيف يؤخذ؟ كذلك تؤخذ منه ملعقة صغيرة في اليوم، تضاف إلى كوب ماء مغلي وتنقع لمدة 20 دقيقة لكي نستخلص منها كل الزيوت، ثم تصفى وتشرب. لا يجب كذلك إضافة السكر، يمكن أن تضيفي ملعقة عسل نقي. ثالث شيء عندنا وهو اليانسون الذي يكون على هذا الشكل، اللي هو حبة حلاوة بالدرجة المغربية. كذلك اليانسون يزيد من إدرار الحليب. ما يميز اليانسون أنه يقلل الاكتئاب الذي يصيب الأمهات عند الولادة، وكذلك يساعد على النوم بشكل أحسن. عند شرب اليانسون يصل إلى الرضيع عن طريق حليب الأم وينام الطفل بشكل أحسن. يمكن كذلك أن تعطيه لرضيعك إذا كان عنده مغص أو ألم في البطن، وكذلك بدون سكر. كذلك ينقع في الماء ماء مغلي لمدة 20 دقيقة ثم يصفى ويضاف، إذا أردت أن تضيفي ملعقة عسل نقي. رابع شيء عندنا وهو السمسم. فوائد السمسم، السمسم يكون على هذا الشكل. السمسم كذلك يزيد من حجم غدد الحليب، وبذلك تنتج الأم حليب أكثر، وتصبح نوعية الحليب جيدة وبها دهون أكثر التي سوف تساعد على إشباع طفلك. كذلك السمسم يعطي كالسيوم وهو للأم وللطفل، وهو الشيء الضروري لصحة عظام الأم ولطفلها كذلك. كذلك نأخذ منه ملعقة صغيرة ثم نقوم بطحنها، وعندما نطبخ الشوربة يمكن أن نضيفها إلى الشوربة، أو يمكن أن تستهلكي، يمكن إضافته إلى السلطات كذلك. آخر شيء عندنا وهو الحلبة. الحلبة التي استخدمت من قديم الزمان لزيادة كثافة الحليب ونوعيته، كما تساعد كذلك على تنظيف الرحم وتزيد من الحديد الذي تفقده المرأة عند الولادة. كذلك نأخذ منها ملعقة صغيرة تغسل ثم تطبخ في الماء وتضاف، وعندما تطبخ نضيفها بمائها إلى الشوربة كشوربة الشعير أو أي شوربة تحبي لها، أو يمكن كذلك أن تستهلكيها بالطريقة التي تحبينها. يمكن كذلك طحنها وأن نشربها مع الماء. كذلك لا يجب تجاوز ملعقة صغيرة من الحلبة لأنها تزيد في الوزن. المشكل الذي يوجد في الحلبة، هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية منها كالرائحة، ولكن فائدها جد عظيمة. كما قلت، هذه الأعشاب كلها لها دور كبير في زيادة إدرار ونوعية الحليب عند الأم، ولا يجب تجاوز ملعقة صغيرة واحدة في اليوم. كل هذه الحبوب سبحان الله هي على شكل الغدد الموجودة بصدر المرأة التي تكون على شكل حبيبات، ولهذا سبحان الله هذه الحبيبات أو هذه الأعشاب لها دور كبير في إدرار حليب المرأة. ويجب استبدال القهوة والشاي بهذه الأعشاب. هنا تأخذين مشروب الكراوية ومشروب الشمر ومشروب اليانسون،
ثم نضيف ملعقة صغيرة من مطحون السمسم للسلطات أو للشربات، وكذلك ملعقة صغيرة من مطحون الحلبة، أو تغسل وتنقع في الماء وتطبخ وتضاف إلى الشربات. كذلك عندنا بذر الكتان والتي تحتوي على الأوميغا 3 التي تفيد صحتك وصحة طفلك. نأخذ كذلك منها ملعقة صغيرة تطحن وتضاف كذلك إلى السلطات أو إلى الشربات، فقط ملعقة صغيرة، لا يجب تجاوز أكثر من ملعقة صغيرة. الآن نمر إلى المأكولات التي تزيد من إضرار الحليب المرأة المرضعة وكذلك تعطيها الطاقة التي تحتاجها. هنا عندنا الشوفان، هو يزيد من إضرار الحليب. يمكن أن تطبخيه بالماء أو يمكن أن تطبخيه بالحليب. عندنا كذلك خضروات طازجة، أهمها الخضروات الخضراء كالسبانخ وكذلك البروكولي. عندنا هنا فلفل أخضر، فلفل أصفر، أحمر، عندنا خس، خيار، طماطم، عندنا هنا جزر. كل هذه الأشياء تؤكل طازجة لكي نستفيد من كل الفيتامينات التي تحتويها، لأن بعد الطبخ مثلا الجزر أو السبانخ أو الطماطم فهي تفقد بعض الفيتامينات التي تحتويها، ولهذا أفضل أن تؤكل على شكل سلطات. خصوصا السبانخ والبروكولي تحتوي على كمية من الحديد الذي تحتاجه المرأة بعد الولادة، فهي تفقد كمية من الدم، ولهذا تحتاج كل الأشياء التي تحتوي الحديد، ويفضل أن يضاف إليها عصرة من الليمون أو تشرب مع عصير البرتقال، لأن الفيتامين سي يساعد على امتصاص الجسم الحديد. كذلك عندنا هنا فواكه طازجة، مثلا عندنا التفاح، عندنا الأفوكادو، عندنا الإجاز، المندرين، كلها أشياء تساعد على إعطاء المرأة الطاقة التي تحتاجها، وتؤكل هكذا أو يمكن كذلك أن نعمل فيها عصائر طازجة. ممنوع منعا باتا شرب العصائر الكيماوية التي تباع في السكريات، فهي كلها مواد سامة، وكذلك المشروبات الغازية كلها مواد سامة تضر بصحتك وبصحة ابنك. ولهذا عندنا كل شيء في البيت فواكه طازجة، نعمل فواكه طازجة بالبيت وعدم إضافة السكر، لأنها كلها أشياء تحتوي على السكر الطبيعي. كذلك يجب أن نبتعد عن أكل الحلويات والآيس كريم والشوكولاتة والمعجنات، فهي ليس بها أي حاجة تحتاجينها، كلها سكر صناعي لن يفيدك ولن يفيد صحة طفلك. عوضها إذا شعرت بأنك تريدين شيء حلو، يمكن نأكل تمر. تمر غني بالطاقة، سوف يمدك بالطاقة التي تحتاجينها، خصوصا إذا أكلته في الصباح. عندنا هنا البرقوق الجاف وكذلك المشمش الجاف، عندنا هنا العنب الجاف، كلها أشياء صحية تفيد صحتك وصحة ابنك وتمدك بالطاقة التي سوف تحتاجينها. معظم النساء يعانون من مشكل الإمساك، وأعرف أنه شيء صعب جدا ورهيب، لهذا حبيبتي أنصحك باستعمال البرقوق، كلي منه كمية كبيرة فهذا سيحل لك هذا المشكل، وسوف تدعون لي إن شاء الله، لأنني جربته بنفسي وكان متنفس كبير 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 جدا. كذلك نأكل مكسرات، هنا عندي كاللوز والجوز والهيزلنات، نأكلها ولكن بكميات قليلة، فهي كذلك
مفيدة لصحتك وصحة طفلك، ولكن كما قلت بكميات قليلة لكي لا نزيد في الوزن. كذلك شيء آخر، نكثر من أكل الحوت. الحوت يساعد في نمو دماغ طفلك ونمو ذكائه. كذلك يجب أن نأكل الدجاج، ولكن الدجاج البلدي الخالي من الشحوم، وكذلك اللحوم التي لا تحتوي على أي شحوم. نمر إلى حليب الصويا الذي تكلمت عنه عدة مرات. حليب الصويا مفيد جدا للمرأة المرضعة. نأخذ منه 3 كؤوس باليوم كل يوم، أو يمكن كذلك أن نستهلك أي حليب خالي من اللاكتوز. لا ينصح بشرب حليب البقر، لماذا؟ لأنه يسبب مغص لطفلك. يمكن أن تشربه، ولكنه ينصح بعدم شربه لأنه سوف يسبب مغص لطفلك، والذي سوف يسبب له مشكل النوم، وسوف يسبب لك إزعاج أيضا. كذلك نأكل الجبن الخالي من الدسم، ولكن بكميات قليلة. اليوغورت الطبيعي كذلك الذي لا يحتوي على أي نكهات، هو مفيد جدا ويحتوي على الكالسيوم الذي يفيد صحة عظامك وعظام طفلك. يجب استهلاك اليوغورت الطبيعي، ويفضل أن نصنعه بالبيت. كذلك يجب استهلاك زيت الزيتون النقي على البارد، نأكله بالخبز أو نضيفه للسلطات. وكذلك نستهلك الزيتون الأخضر أو الأسود. كل هذه الأشياء مذكورة في القرآن لما لها من فوائد تفيد صحتنا. الآن كخلاصة، كل مرة رضعتي فيها ابنك شربي كأس أو كوب ماء، ثم يجب أن تستهلكي كوب من الكروية، وكوب من الشمر، كوب من اليانسون، وعندنا هنا ملعقة مطحونة من السمسم تضاف إلى السلطات أو إلى الشربات، ملعقة حلبة تطبخ في الماء وتضاف بمائها للسلطات أو إلى الشربات، أو يمكن كذلك أن تستعمليها كمشروب، أو تطحني ملعقة صغيرة وتشربيها بالماء. كذلك نستهلك عصائر طازجة كعصير البرتقال أو فواكه مختلطة. كذلك بدر الكتان تؤخذ منه ملعقة صغيرة وتطحن، تضاف إلى السلطات أو إلى الشربات. عندنا خضر طازجة، كما قلت من الأحسن الخضر التي تكون على شكل أوراق وتكون خضراء، وتؤكل طازجة على شكل سلطات وليس مطبوخة، لكي نستفيد من كل الفيتامينات، حيث أن طبخها تفقد بعض مكوناتها. الأشياء كذلك التي تحتوي على الحديد كالسبانخ والبروكلي والعدس، نضيف إليها عصير ليمون لأن الحديد يمتص أكثر مع الفيتامين سي. كذلك نكثر من الفواكه الطازجة، وكذلك نأخذ كمية من الفواكه الجافة التي تمدنا بالطاقة، وخصوصا على الريق في الصباح، وكذلك بعض المكسرات بكميات قليلة لكي لا نزيد في الوزن. فقط للتذكرة، ملعقة صغيرة فقط من الحلبة وكل الأعشاب التي ذكرتها، لأن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، فلهذا استعمله فقط ملعقة صغيرة باليوم. كذلك نأكل الدجاج البلدي والبيض البلدي، الحوت واللحوم التي لا تحتوي على الشحوم. كذلك نستهلك الخبز الأسمر والأرز الأسمر. نستهلك الجبن الخالي من الدسم بكميات قليلة، ونبتعد عن أكل الحلويات والمقليات والسكريات، فليس لها أي نفع لصحتك ولا صحة طفلك. كذلك مكسرات كالجوز واللوز والهيزلنات نأكلها، ولكن بكميات قليلة. نستهلك
3 كؤوس من حليب الصويا والحليب الخالي من اللاكتوز، لأن الحليب البقر يسبب مغص لطفلك. كذلك يجب أن تضعي الطفل من الصدرين، فإذا رضعت من الصدر الأول ونام طفلك في المرة الأخرى رضعي من الصدر الثاني لكي يكون هناك توازن ويكون إنتاج حليب أكثر. وكذلك لكي لا يحصل أي تجمل للحليب في أحد الصدرين. وأخيرا يجب أن نلعب رياضة. أكيد أن المرأة المرضعة ليس لديها وقت لكي تلعب رياضة، على الأقل مارسي رياضة المشي يوميا ولمدة ساعة، فهذا سيساعد على إنقاص وزنك وكذلك استنشاق الأكسجين النقي لك ولطفلك. وكذلك يجب أن تتعرضي للشمس لمدة نصف ساعة لكي تستفيدي من الفيتامين دي الذي تحتاجه المرأة المرضعة. فالنقص الفيتامين دي قد يؤثر على صحة عظامك وعظام طفلك أيضا، مع يجب دائما عدم تعرض للشمس بدون وضع الكريم الواقي من الشمس. وأهم شيء حبيبتي ابتعدي عن الضغط العصبي وحاول الاسترخاء. أعرف أن الأمر صعب خصوصا في الفترة الأولى من الولادة، ولكن حاولي ما أمكن أن تخصصي وقت لنفسك على الأقل ساعة في النهار تعملين فيها أي شيء تحبينه كممارسة رياضة أو اليوغا أو أخذ حمام ساخن. فالضغط النفسي سيؤثر على نفسيتك ونفسية طفلك وكذلك على إضرار الحليب. يمكن كذلك أن تعملي مساج للصدر لكي يزيد لكي نحرك الدورة الدموية في الصدر وتنتج حليب أكثر. نعمل مساج بزيت الزيتون، كذلك زيت الزيتون سوف يخفف من الانتهابات التي تحصل في على الصدر عندما يمتص رضيعك الحليب. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى من كل قلبي أنني قد وصلت كل المعلومات التي أعرفها، وأتمنى أن تكوني قد استفدت من كل قلبي، لأن أعرف مرات بهذه التجربة وأعرف المرأة المرضعة الصعوبات التي تمر بها. وإن شاء الله أتمنى لك ولادة جيدة ورضاعة جيدة. تابعوني في الجزء الثاني، سوف أتحدث عن الفيتامينات الضرورية لك حبيبتي، فهناك العديد من الفيتامينات التي يجب أن تأخذيها لكي تحافظي على صحتك وعلى صحة عظامك. تابعوني في الجزء الثاني. كان هذا فيديو اليوم، إذا أعجبكم الفيديو اعملوا شير للأصدقاء والأقارب لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي بالفيسبوك بعنوان وصفة طبيعية وسريعة، وكذلك على تويتر والإنستغرام، سوف أضع الروابط تحت هذا الفيديو. وإلى فيديو قادم بحول الله، اعتني بنفسك، إلى اللقاء.